ما جاء أحد بما جئت به إلا عودي. قبل 300 سنة كانت الدولة العثمانية تحكم أغلب المناطق العربية وكلها تخضع لحكمها باستثناء بعض المناطق في الجزيرة العربية. فالحجاز مثلا في الجزيرة العربية كانت تخضع للدولة العثمانية، لكن نجد لم تكن خاضعة للدولة العثمانية. ونجد التي هي قلب الجزيرة العربية، وحالة نجد في تلك الفترة كانت عبارة عن مناطق مختلفة ومتخالفة ومتناحرة، وفي كل منطقة هناك قبائل فيها خلاف. وحالة نجد كانت مزرية بمعنى الكلمة، والمزري الحقيقي هو الحالة الدينية لتلك المنطقة. جهل وبدع وأضرحة وقبور يذبح عندها ويستغاث بها، وتمائم وشعوذة وأشجار تذهب إليها النساء لكي تنجب الأولاد. وحتى نقترب من الفكرة قليلا لكي نفهم حال نجد في ذلك الوقت، هو نفس ما نراه اليوم في بعض المناطق العربية من البدع والخرافات وصرف العبادات لغير الله. انت اللي مستكلف لهنا؟ انا مستكلف بداري، تاع ان مرا ما تجيبش دراري، تجي لهنا طوف وطوف سبع دورات ودير الحنة، زعما صح من بعد تخرج تجيب دراري ان شاء الله. وا جبت انا مرت خويا انايا باش تتعلق سمو باش ما تولي باش تولي تولد هذا مكان. ولدت من بعد هذه ولدت وا جات لهنا في الصحيح. جات هنا وزيدت وا بصح هذه ماشي مكه. اه حنا عندنا مكه تاعنا هذه هي. كثير من الناس اللي زاروا سيدي قادم مختار وانجبوا اطفال كان ما عنديش وعطاهم لي ربي. سيدي قادم هاي طاهم لي ربي بصح زرت سيدي قادم. كان اللي يطلب طلبة قال ما ذي الحال خاصني سيبامو خاصة كان يعنى نسج يقول روح سيدي قادة يسهل لي. لقد أعطاني ربي وأعطاني فلان. يعتقدون بأن تلك الأضرحة ترزقهم مع الله، وإن كلمته يقول لك هذا ما ألفين عليه آباءنا، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ويقول لك بأن هذه الأضرحة هي مكة بالنسبة لهم. وهذا في زماننا وفي وقتنا الحاضر. فنجد في ذلك الوقت كيف كانت؟ حتى المستشرقون الأجانب تكلموا عن حال نجد في ذلك الوقت. حتى الكافر انبهر بتلك الخرافات والبدع الموجودة في نجد وفي هذه البيئة وهذه الحالة التي كانت عليها نجد. فربنا سبحانه وتعالى دائما يهيئ الأسباب. كان هنالك شيخ اسمه عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله، شيخ وفقيه وعالم. والشيخ هذا رحمه الله ولد له ابن اسمه محمد، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، وفي منطقة اسمها العويينة. وبما أنه ابن لشيخ وتربى في أسرة علمية، قد حفظ محمد بن عبد الوهاب القرآن الكريم في سن العاشرة، وكان يتمنى إذا بلغ الحلم أن يذهب للحج. وعندما بلغ الحلم ذهب للحج، ومن الحج زار المدينة. وفي رحلته لطلب العلم سافر للبصرة، ولم يكتفي بطلب العلم لنفسه بل قرر الإصلاح، فأصبح ينكر المنكرات هناك ويدعو الناس للكتاب والسنة. فساء أهل البصرة ذلك وطردوه وأخرجوه بالقوة، بل تآمروا عليه لقتله. فخرج منها بلا مال ولا زاد تعبا، وقد قرر العودة لمسقط رأسه العيينة. وكان في عيينة حاكمها الذي يدعى عثمان بن معمر، فاستقبله وجلس معه. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب: سأعرض عليك أمرا فيه عزك ورفعتك، وهو دعوة التوحيد ومحاربة الشرك والجهل، ولا تخف من شيء فهذا دين الأنبياء والله ناصره. فأكرمه عثمان بن معمر ووقف مع دعوته، وطلب منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يهدم تلك الأضرحة والأشجار التي يتبرك بها الناس، فقال له: لك ذلك. فخرج الشيخ محمد مع بعض من فرسان عثمان بن معمر، وكانت هنالك قبة كبيرة تعبد من دون الله، وهي قبة لزيد بن الخطاب رضي الله عنه. فاعتلاها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخذ يهدمها، وبينما هو يهدمها أخذ الناس يحاولون منع الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ذلك، لكن تصدى لهم رجال عثمان بن معمر. وبعد أن هدم أخذ الناس يترقبون ما الذي سوف يحصل له في اليوم التالي، ما العقاب الذي سوف يحل عليه لهدمه تلك الأضرحة. خرج عليهم في اليوم التالي بخير وعافية، فاشتهر بهذا وأصبح حديثا لنجد كلها. فمن هذا الذي هدم تلك القبة التي كان الناس يلوذون بها ويحتمون بها؟ وبدأت دعوته تنتشر وتتلقى القبول بين الناس، حتى حدث شيء مهم للغاية، وهو أن حاكم الأحساء أرسل لعثمان بن معمر بأن يطرد محمد بن عبد الوهاب. وقال
فقال له إما أن تطرد محمد بن عبد الوهاب أو نحرمك من الخراج. فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب لعثمان بن معمر فقال له ما أنت فاعل؟ هل سوف تختار الخراج أم تختارني؟ فقال له عثمان بن معمر أعذرني، يجب أن تخرج من عندي. فخرج منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتوجه لمنطقة اسمها الدرعية، وبينما هو مقيم هناك أرسل إليه حاكم الدرعية آنذاك وهو محمد بن سعود رحمه الله. فجلس الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود وتكلم معه عن دعوته وأنه بحاجة لسلطان وقوة لإنقاذ الناس من الشرك والبدع، فقبل منه محمد بن سعود رحمه الله، لكنه اشترط شرطا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال له إن بلغت دعوتك ونصرك الله لا تتركني ولا تخرج من عندي. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدم بالدم والهدم بالهدم. فقال له محمد بن سعود على بركة الله وأنا معك وناصرك بإذن الله. فأصبحت الدرعية مقرا للتوحيد والسنة وقبلة لكل طالب علم، واختفت الشركيات والبدع وأصبح يلوذ بها كل ضيف وكل عابر سبيل، وأصبحت الدرعية دولة عزيزة وأقوى دولة في المنطقة. وهنا ندم عثمان بن معمر وأرسل لمحمد بن عبد الوهاب طلب منه أن يأتي عنده، لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رفض ذلك لأنه قد بايع محمد بن سعود. فانتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بقاع نجد والجزيرة العربية كلها، وأصبح يرسل الرسائل لحكام المناطق، وهنا أصبحت الدرعية خطرا على الشرك وأهله. وهنا أخذت القبائل المجاورة تغير على سكان القبائل الذين قبلوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم أصبحوا يحاربون الدرعية نفسها ويغيرون عليها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود وأهل الدرعية يتصدون لهم في كل مرة. معارك كثيرة وصراعات خاضتها الدرعية لصد عدوان المعتدين ولنصرة التوحيد والكتاب والسنة. ثم لم تكتفي الدرعية بمجرد الدفاع وصد العدوان، بل أصبح محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل الدرعية يفتحون المناطق المجاورة ويحاربون الشرك وأهله. وهنا بدأت نواة الدولة السعودية، الدولة السعودية التي قامت على التوحيد والسنة ومحاربة الشرك. وفي يوم الاثنين من شوال 1203 هجرية توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومثل قدوته وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى بعد وفاته. وبعد وفاة محمد بن سعود رحمه الله جاء ابنه من بعده ونصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة والده، وانتشرت الدعوة وأصبحت دعوة التوحيد حديث الجميع، وأصبح التوحيد ينتشر ودولة التوحيد تنتشر شيئا فشيئا، وكلما كبرت كبر أعداؤها حتى تحالفت عليها بريطانيا والدولة العثمانية لمحاربتها وطمسها بالدبابات والمدافع والجيوش العثمانية وبالمؤامرات والقتل والسبي والتنكيل بأهل الجزيرة. وظل آل سعود في حربهم ضد جميع الجبهات حاملين راية التوحيد ودعوة الكتاب والسنة، حتى أعز الله بهم هذا الدين وقامت دولتهم، هذه الدولة التي حوربت وما زالت تحارب ليومنا هذا. فما قامت هذه الدولة إلا بدعوة التوحيد الصافي وبفضل الله وحده، ثم رجال آل سعود الذين نصروا دعوة إمامنا محمد بن عبد الوهاب، وبفضل أهل ذلك البلد الطيب الذين قدموا دماءهم وأرواحهم لمحاربة الشرك ونصرة للكتاب والسنة. وما زال كتاب التوحيد ليومنا هذا يشرح يوميا وعلى مدار الساعة في كل بقاع الدنيا. وتلك المنطقة تحولت من صحراء قاحلة يعمها الجهل والخرافات والطاعون والجوع والشرك والضلال، إلى هذه الدولة التي بلغ فضلها بعد الله وساد المسلمين جميعا. فرحم الله شيخنا محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، ورحم الله آل سعود وأبناء السعودية، وجزاهم الله عنا خير الجزاء.